أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. الحمد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عتمة هتمة أدول في الزوج. أصالة نفسي ونيابة المنظمة المغربية للتأبئة الوطنية داخل الوطن وخارجه وزملاء الزائرين المدنيين، أتقدم بالشكر لجمعية نساء رائدات للتنمية برئاسة السيدة المحترمة نزهة صافي، والتي بشراكة مع المديرية الجهوية لقطاع الشباب بجهة فاس ومجلس جماعة فاس نظمت هذا الملتقى تحديدا لليوم العالمي للطفل تحت شعار أطفال اليوم قادة المستقبل، وذلك برحاب دار الشباب الهادي غنيو بمدينة فاس. المستمعون الأوفياء للوطن وتوالته ومقدساته بشعارنا الخالق الله الوطن الملك في ظل العرش العلوي المجيد تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياده وألبسه لباس الشفاء والصحة والسلامة والعافية آمين. من باب الاعتزاز والافتخار أقول من أسعد منا في ختام هذا الملتقى الثقافي للطفل في نسخته الأولى في شهر نوفمبر الذي المغاربة يحتفلون به بربع أعياد وطنية مجيدة، وهذه الأعياد هي السادس من نوفمبر عيد العودة، السابع عشر السادس عشر من نوفمبر ذكر عيد العودة، السابع عشر من نوفمبر عيد الانبعاث، الثامن عشر من نوفمبر ذكرى استقلال المغرب، السادس من نوفمبر ذكرى انطلاق المسيرة الخضراء القرآنية السلمية والمضطرة التي حررت أقاليمنا الجنوبية الصحراوية المغربية من يد المستعمر الإسباني. الإخوة والأخوات، لقد اعتدت فاس العاصمة الروحية والعلمية والثقافية للمملكة المغربية منذ سنوات بمجموعة من جهود من خيرات من الجمعيات على تنظيم تظاهرات وطنية وثقافية وعلمية واجتماعية يدعى لها المواطنون الكرام، ومن فضل الله علينا تعانق القلوب وتصافح الأفئدة واتفاق الرأي واتحاد الوجهة وتعاون المجتمع وتفاعلهم مع البرامج المفيدة وترسيخ أقول وترسيخ المواطنة الحقة والحفاظ على الوحدة الترابية الوطنية في ظل العرش العلوي المجيد. وشكرا لكم على الإصغاء والمتابعة على ما جاء على لسان المواطن الغيور محمد بكار إسماعيل أصالة نفسه ونيابة المنظمة المغربية للتأبئة الوطنية داخل الوطن وخارجه والفاعلين المدنيين في المملكة المغربية وخارج الوطن وبلدات أخرى، شكرا لكم. ومن باب التذكير أقول ومن باب التذكير أوصي نفسي وإياكم بالعمل فيما جاء في قسم المسيرة الخضراء المضفرة آمين، والله تعالى الموفق.